الدارين والشياطين والجنة والناشئات معين. الفاتحة على هذه النية وإلى حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأطهاره، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين، ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روش الكبير الحبيب أبو الأحمد محمد أسقاب والشيخ علي بن أبي بكر السكران، ثم إلى روش نقد بن أنفاس حبيب محمد بن أبو الأحمد العطاس والشيخ علي بن أبو الهبارس، خصوصا إلى روش نقد بن إشاد والروش العباد والحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وفرعهم والذي حق عليهم أجمعين، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا وإياهم الخاصة بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومعلمنا في الدين وجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم.